هاي حالة، ازيك؟ هاي اول حاجه، بما ان احنا النهارده في كواليس مسلسل امبراطوريه ميم، عايزين بقى نتعرف على امبراطوريه حلا عامله ازاي. جاهزه؟ جاهزه. اول حاجه عايزه تقولي اول 3 قوانين هتحطيهم في امبراطوريتك هتكون ايه؟ استنى هشرح لك. بس اتفضلي. انا نفسي احط قوانين، لان انا مشكلتي ما بعرفش احط قوانين قوي. استنى، يعني القوانين الاساسيه. ايوه، حب، تسامح، ابتسامه. جميله يعني. جدا والله حلو العظيم. القوانين دي وعامه سهله، مفيش حاجه، سهله، هي مش حاجه تعب محتاجه اي فيها مجهود بالظبط. ولا اي حاجه. مين الفنانين ممكن تعينيه النائب بتاعك اللي بيساعدك في كل حاجه؟ هيزعلوا بس هم 4 يعني. عندك هنا، خديجه، احمد، وعائشه، كلهم حبايبي، كلها دي حاجه. بس خديجه ممكن تساعدني في حاجات، وهنونه تساعدني في حاجات. انت دلوقتي هتعملي عزومه في الامبراطوريه بتاعتك. قولي 3 شخصيات مهمه هتكوني عايزه تعزميهم وتقعدي تدردشي معاهم. هقول لك حاجه تسهل جدا. قولي لي. ام كلثوم. ام كلثوم عشان انا بحبها جدا جدا، بسمعها كتير، بحب ان انا اقابلها. يعني من الشخصيات بجد اللي انا ممكن اقعد اسمعها. يعني كانت كده ازاي؟ ست عظيمه قوي، بس انا قديمه قوي. اوكي، بحب الحاجات بتاعت زمان. تحفه، كملي. سعاد حسني بحبها قوي. حد جديد، شريهان. انا بعشق شريهان. انا شريهان، وعلى فكره اتكلمنا كذا مره. فعلا؟ جميله وبحبها ونفسي ازورها، وعارفاها ان انا هزورها، وهي يعني طلبت كمان ان انا اروح ازورها، بس لسه، بس ان شاء الله الفتره الجايه دي هزورها. قانون هتحطيه عشان تعاقبي اي حد بيأذي الناس في الامبراطوريه بتاعتك؟ احرمه من حاجه بيحبها. يعني لو هو في حاجه معينه بيحبها، لا، هشيلها الحاجه دي لحد، ايا كان هي، ايا كانت الحاجه دي. دلوقتي لو هقول لك ان انت عايزك تختاري 5 اكلات هيكونوا دول الاكلات الرسميه بتاعت الامبراطوريه بتاعتك. مكرونه في الفرن، بحب البشاميل كتير والمكرونه قليل. كوسه، عشان بقول كوسه، احنا اللي في اللبن، يعني عندي حته لبناني زي امي، فبقول كوسه. وفي طبعا في مصر بيقول ايه، كوسه، يعني حاجه عكس بعض خالص. بحبها قوي برضو بالبشاميل. بحب السلطه قوي قوي. السلطه من الاكلات أوكي. الاساسيه على الترابيزه. سلطه خضراء، سلطه خضراء، جرجير، طماطم، رمان، كل حاجه. بحب قوي الكتف مع رز ومكسرات وكده. بحب الفته السوري. ايه الاكله اللي هتكون ممنوعه في الامبراطوريه بتاعتك؟ اي حاجه فيها دسم زياده. يعني انا حتى الاكل بعمله زيت زيتون، زبده خفيفه، بس ماليش في اي حاجه فيها زيت. وبنصح الناس ما يستعملوش الزيت عامه، مش زيت مؤذي جدا. عايزك تختاري لغه واحده بس هتكون منتشره في الامبراطوريه بتاعتك. لغه الحب، الهدوء، السلام، الراحه. ما احبش العصبيه والتنشنه والزي، ما احبش الكلام اللي يعني، احب طريقه الكلام تبقى حلوه مؤدبه كده. احب نتكلم مع بعض، ان لو سمحتي، لو سمحت، ده اساسي. طب دلوقتي الفقره الثانيه هسألك فيها شوية أسئلة بسرعة جدا، عايزة تجاوبي عليها بسرعة، أوكي؟ الأسئلة دي لازم، الشرط الوحيد في الأسئلة دي لازم تجاوبي بنفس الحرف بتاعك، بحرف الحاء. مين هيكون المغني الرسمي للإمبراطورية بتاعتك؟ ما ينفعش عبد الحليم. حميد الشاعري. في بلد بحرف الحاء؟ في بلد بحرف الحاء. أو قرية. حلب. حلب. حلب، خلاص. عايزك تقولي لي شغلانة تبقى مميزة جدا جدا في الإمبراطورية بتاعتك بحرف الحاء. يكون في حلا. الإمبراطورية دي كل حاجه فيها حلاوه كده. حلواني. حلواني. عايزك تقولي لي اسماء اولاد او بنات لو ناس هموها في الامبراطوريه دي هتديهم فلوس كل شهر بحرف الحاء. مثلا عندك ممكن حازم، ممكن حلا، ايه ده، حموقه ولا ايه، انا مش عارفه. حموقه ده ينفع؟ اخر سؤال، لو عملوا لك تمثال في الامبراطوريه بتاعتك هتكون شكله عامل ازاي؟ قاعده ازاي بقى؟ قاعده ازاي؟ بيس في الطبق. اوكي. والله انا بشوف كده مش حالمة يعني قوي. حلو، احنا اتبسطنا جدا جدا معاكي. وانا بحبك قوي. وانا بحبك اكتر.